لقد أدى نشاط شباب البحرين في حملتهم ضد شحنة الغازات المسيلة للدموع التي كانت جنوب أو كوريا الجنوبية ستصدرها إلى البحرين. لقد نجحت هذه الحملة بشكل واضح، وقررت الحكومة الكورية إلغاء الصفقة بعد أن ثبت أن الغازات التي تستخدمها العصابة الخليفية قد أدت إلى مقتل الكثيرين، وأيضا أدت إلى حملة دولية مناهضة من قبل المنظمات الحقوقية. وهكذا أصبح الخليفيون مكشوفين أمام العالم. إنها شهادة دولية بأن هؤلاء يستخدمون كل شيء سلاحا ضد أهل البحرين، كل شيء بما فيه السلاح أو الأدوات التي تستخدم لضبط التجمعات تستخدمها كسلاح لقتل المواطنين، كما تستخدم الوظيفة كسلاح، وتستخدم القضاء كسلاح، والإعلام كسلاح. كل شيء في البحرين اليوم يستخدم سلاحا ضد أهل البحرين، وهذه من أكبر الجرائم التي يشهدها العالم، أن أهل البلاد يصبحون مستهدفين بكل ما تملكه بلادهم من إمكانات. لماذا؟ لأن هناك عصابة متحكمة نهبت السلطة ووضعت يدها على ممتلكات الشعب، وأصبحت تسخر كل تلك الإمكانات لقتل ذلك الشعب وإبادته. هذا القرار الكوري يثبت أن جهاد المواطنين ومواقفهم لن تذهب هباء، بل ستؤدي ثمارها، وأن المحتلين والمستبدين إلى فشل وإلى سقوط وإلى زوال بعين الله تعالى.